بطولة غليل الكبرى بدعم من الشركات الأمنية للحراسات. تضم البطولة 16 فريق. المركز الأول ميداليات ذهبية ومبلغ مالي 50,000 ريال. المركز الثاني ميداليات فضية ومبلغ مالي 5,000 ريال. انتظرونا في بطولة غليل الكبرى على ملعب السلطان. وتحظون بتغطية إعلامية متميزة من كبار الشبكات: شبكة النجوم، شبكة ميدياتيك، شبكة سمعة البادية، شبكة صدى الجاليات، شبكة صدى مكة برو.